السلام عليكم الخوت، هاني المساح لكم. شو هذا؟ اليوم حلقة جديدة ديال بيني اللي فيليكس اللي هي ماشية على بواطا فيتاس. هيا قوم معنا تنهبطو لها المحرك ديالها ونبش بدليكم الموش كيفين كاين في البواطا الداخل. تحيات. هيا الماكينة هبطناها هيا قام على تنفصلو باش نوريكم البواطا فيتاس اللي الهارسه فيها، باش من البواطا ولا من شي حاجه اخرى مي غنحلو يكون خير ان شاء الله. حتى هي هاي الاخوان فصلنا له محرك 157 فصلنا والبواطا ايه اللي فرقع شنو الطرف او تروف او مش الطرف او شات فيها كفت حلو لي مازال هاد حلو حلو عطيه هذا شوف فين تروح هنوريكم البواطا اللي غنركبو لها تاهي كتباع كومبلي يلا بقاو معنا تنوريكم البواطا الاخوان هيا الاخوان البواطا في الناس ديالها هي هادي هاي جديدة وي خويا هاي البواطا بونيطة وجديدة داكشي اليس وراه فيها الطويلة القصيرة الاخوان فهمتوني فيها القصيرة الطويلة النوفو كاملة فيها الطويلة فهمتوني اخوان طويلة كاملة بحال دابا النوفو كاملين فيهم الطويلة اما لاوسيان فيها القصيرة هانتوا الاخوان هذا هو اللي كاين الاخوان وهالميكينة حلوا 2000 درهم طلعوا في سرقه صافي بلاش داك الشيء نقي كونترولين ها داك الشيء اليس قام معنا تنبلاصو البواطا هيا الاخوان دابا ركبنا لها البواطا فيتاس جديدة عاد دابا غندوزو ليها الكولون نخليوها تنشف شي شوية عاد يمكن لينا نردو ليها الكاش تاعها على حساب باش متقطرش كيما هاد الكولة ديجا دايرين انايا ونقيو هادشي هدا واقف لا خرج واقع انا يلا تحياتي بقاو معنا زناد نيس كان تيعاودوا لي الدراري قال لك عندو جمري بوات وكراطة حوالي الفلوس مخبيهم في الدارات واحد ما عارف وحنا القهوات القهوات الداخليين هاي ركبنا الاخوان ناضية من بلاصة اخرى كادا الكولة ما كتبان ما والو لان انا ما فيتاش محلولة كاع نهائيا داكشي انا
باقي يلا اللهم بارك، نتسناو الاخوان تنديروا لها مارش.